إطار المجهودات التي تقوم بها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للحد من التجار الدولي بالمخدرات وتعاون مع المصالح الأمنية أخرى وتحت إشراف النيابة العامة، تمت اليوم عملية إتلاف كمية مهمة من المخدرات والمواد الممنوعة الأخرى على المستوى المديرية الإقليمية للنواصب، وهي كالتالي 122.9 كيلو من مواد الشراء، 3.757 كيلو من الكوكايين، 91 كيلو من المعسل، و 33 كارتوش زائد 133 باكي دي سيجاريت. وقد تمت هذه العملية من خلال يقظة الأعوان وفي تعاون وتنسيق تام مع السلطات الأمنية الأخرى. طلق سي غالي لقيتينا في الدار حمزة راه غيعرف الدور يتغدى.